تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. مشاهدينا، برنامج الخليج في أسبوع يطل عليكم أسبوعيا، يضيء على أبرز القضايا والاهتمامات الخليجية. سوف نناقش أهم القضايا السياسية الاجتماعية الاقتصادية وأيضا قضايا أخرى متنوعة كانت هذه القضايا قد شغلت الرأي العام الخليجي خلال هذا الأسبوع. سنبحثها في برنامجنا ونجعل منها مساحة للتفاعل معكم أنتم مشاهدينا ومتابعينا، فبالإضافة إلى استعراض أبرز هذه الأخبار سنجعل منها مساحة تفاعل معكم، تشاركوننا أنتم رأيكم عبر عناوين البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله. منذ بدء أزمة الشعب السوري ودول الخليج أخذت تنشئ صناديق الدعم وتقترح إقامة مؤتمرات عالمية من أجل مساندة الأشقاء الذين عصفت بهم الحرب فقدوا منازلهم وذويهم، بعد طلب الكويت تنظيم مؤتمر للمانحين من أجل سوريا واحتضنته في نسخته الأولى. أخذ هذا المؤتمر يحقق نجاحات، لكن كانت الدول الخليجية من أبرز المانحين الذين قدموا مئات الملايين من الدولارات لنصرة الشعب السوري. نتابع. تعهدت الدول المانحة بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار بحلول سنة 2020 لتلبية احتياجات السوريين خلال مؤتمر عقد في لندن، وصفه الأمين العام للأمم المتحدة بأنه أكبر حدث على الإطلاق لجمع الأموال لغايات إنسانية. دول الخليج وهي الداعم الأكبر للشعب السوري قدمت مبالغ كبيرة لسد احتياجات السوريين. الكويت أعلنت تقديم 100 مليون دولار لسنة 2016 و200 مليون بين سنتي 2017 و2020. أما المملكة العربية السعودية فقد تقدمت ب200 مليون دولار لسنة 2016. من جانبها تقدمت الإمارات بمبلغ 137 مليون دولار، أي ما يعادل نصف مليار درهم إماراتي. هذه المساعدات ليست الأولى من نوعها التي تقدمها دول الخليج، فدولة الإمارات تخطت منذ سنة 2012 وحتى سنة 2015 مبلغ 2 مليار و200 مليون درهم، أي ما يعادل 600 مليون دولار، وبما يشكل 15% من الدخل القومي الإجمالي للدولة بحسب لبنى القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ورئيسة اللجنة الإماراتية للمساعدات الإنسانية الخارجية. أما المملكة السعودية فقد بلغ إجمالي مساعداتها للشعب السوري منذ 2011 أكثر من 600 مليون دولار أمريكي حتى مطلع 2015، منها مبلغ 320 مليون دولار كمساعدات حكومية، حيث تعهدت المملكة في مؤتمر المانحين الذي أقيم في إبريل نيسان الماضي بدعم السوريين ب150 مليون دولار. دولة الكويت التي استضافت الدورة الأولى من مؤتمر المانحين قدمت حتى بداية 2016 مبلغ 1 مليار و470 مليون دولار، 1 مليار و300 مليون دولار قيمة مساهماتها في المؤتمرات الدولية الثلاث للمانحين، أي ما يعادل 18% من قيمتها الإجمالية، إلى جانب جهود ومساهمات المجتمع المدني والمؤسسات الخيرية والمنظمات غير الحكومية الكويتية بحسب سفير الكويت لدى أسبانيا سليمان الحربي. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الكويت الأستاذ أو الدكتور عبد العزيز العجمي، الباحث في الشؤون السياسية والإعلامية. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد العزيز. بداية، دول الخليج العربي مشكورة، هي من أول الدول التي خصصت مبالغ ومبالغ هائلة للاجئين السوريين، ما هي آلية هذا العمل العربي والخليجي؟ أهلا ومساء الخير وشكرا على الاستضافة. الله يحييك دكتور. أعتقد بأن دول الخليج دائما تقف مع جميع الشعوب المنكوبة سواء عربية أو غير عربية، تقف مع الشعوب المكلومة لا وهي لا تنظر إلى عرق أو دين أو مذهب. الجانب الإنساني هو ما يدفع دول الخليج للقيام بهذا الدور الإنساني، سواء على المستوى الرسمي كما ذكرت أو على مستوى جمعيات الهلال الأحمر أو الجمعيات غير الحكومية أو المنظمات الإنسانية. أتوقع بأن ما تقدمه دول الخليج وخاصة
في جانبها الرسمي يتم بالاتفاق مع منظمات الأمم المتحدة الخاصة بالجوانب التعليمية والإنسانية والصحية. فما تقوم به دول الخليج دائما يكون بالتنسيق وبالتعاون مع منظمات أو أطر الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن، سواء في دول الخليج أو الاتصال رسميا مع المنظمة. نعم. طيب دكتور، ما هي الجهة المخولة بتسلم تلك المبالغ التي تقدمها دول الخليج؟ حسب قراءاتنا نتوقع بأنها الأمم المتحدة، حيث هي الداعي الرسمي لهذه المؤتمرات، خاصة المؤتمر الأخير في لندن الأمم المتحدة، وكانت تسعى لأن تجمع ما يزيد عن 7 مليار لتغطية نفقات أو للتخفيف عن معاناة النازحين، ولكنها لم تجمع إلا 10 مليارات، وهذه 10 مليارات على مدى 3 سنوات وليست دفعة واحدة. نعم. طيب نعم. طيب دكتور، في صورة طبعا دكتور باك تشوفها وأيضا المشاهدين، طبعا هذه الصورة أنا حبيتها، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قريت عنها. الصورة هذه صورة طفل صورها موظف في جمعيات إغاثة اللاجئين. طبعا هذا الموظف طبعا قال طبعا أنهم كانوا يوزعوا ملابس على العائلات وعلى الأطفال طبعا، والأشخاص اللي كانوا يستلموا هذه المعونات عندهم بطاقات أو هويات خاصة بالجمعيات. ذكر هذا الموظف أنه كان في طفل كان قاعد يراقب من بعيد هذه التوزيعات، طبعا بغى هو بعد، هو ما كان عنده بطاقة، راح بسرعة حط قطعة كرتون، حط صورته على هذه القطعة، سواها مثل البطاقة، وجاء عند الموظف وسلم البطاقة أن مفروض أن هذه الهوية حقتها. طبعا شاف الموظف البطاقة هذه اللي وراه الطفل، وحنا الحين قاعدين نشوف صورته، ضحك، سلم الملابس والمعونات. طبعا يقول الشخص هذا الموظف أن في عمره وفي حياته ما راح يقدر ينسى وجه هذا الطفل لما كان قاعد يبتسم ابتسامة أن أنا ضحكت عليك وأنا جبت البطاقة وخذيت الملابس. يقول طبعا هذا الموظف أنا بعمري كله ما بنسى، يعني حتى لما بروح برقد بعيش بحياتي بتذكر هذا الطفل. طبعا هي صورة أنا حبيتني أشارككم فيها مشاهدينا، نشوفها الحين مرة ثانية. ونرجع لضيفي وضيفكم دكتور، سؤال الآن اللي أنا شخصيا أسأله وأي أحد يشوف يعني أو يسمع عن المعونات هذه، حنا نتكلم بعد الاجتماع مع بانكيمون، ذكر أنه تقريبا هم يحتاجون أكثر من 10 مليارات لمساعدة الشعب السوري، وأيضا كان في يعني ملايين المليارات الحين قاعدة تتوزع، لكن هل هناك رقابة من قبل المانحين أو موفدين للإشراف على تلك المبالغ؟ التأكد أيضا من إيصالها للجهات المسؤولة عن اللاجئين. للتعليق على الصورة، للأسف لأن المشهد حزين في سوريا، سواء في الداخل أو عبر الحدود أو عبر البحار، فاللاجئين شاهدنا منظر الطفل الذي مات قبل أشهر، وشاهدنا القرقة في كل بحار المحيطة بسوريا، وأتوقع بأن المشهد يسوء مع لجوء أكثر من 70,000 لاجئ هذه الأيام نتيجة القصف الروسي والنظام السوري لحلب. نحن ندفع هذه المعونات الإنسانية، ومن المفترض بأن من يتسلم هذه المعونات يكون أمينا بتقديمها
حتى لو نعتقد بأن حتى لو نعم. وصل نصف هذه نعم. المعونات نتوقع بأن إن شاء الله سيكون الوضع أحسن مما هو عليه. نتمنى ذلك. عموما أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم عبر الهاتف، ومن الكويت الدكتور عبد العزيز العجمي الباحث في الشؤون السياسية والإعلامية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل ونعود لنواصل بعده ونتكلم عن خدمة أيضا للإنسانية، لكن هذه المرة عبر تكنولوجيا الروبوتات والطائرات بدون طيار. الله مشاهدينا الكرام من جديد، أنتم تتابعون برنامج الخليج في أسبوع. من العمل الإنساني الذي تولي دول الخليج اهتماما كبيرا به إلى عمل إنساني لكن في نوع آخر يرتكز على تنمية قدرات الشباب واحتضان المبدعين ليسخروا عقولهم من أجل خدمة الإنسانية، إذ اختتمت فعاليات جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار من أجل خدمة الإنسان وجائزة الإمارات للروبوت في خدمة الإنسان بفوز 4 متسابقين بالجائزة الكبرى والتي قدرها 1,000,000 درهم عن المنافسة الوطنية و1,000,000 دولار عن المنافسة الدولية، حيث سلم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الدولة حاكم دبي سلم الفائزون جوائز أو الفائزين جوائزهم بحضور جماهير واسعة بعد 2 يوم من منافسات الدور النصف النهائي والتي شارك فيها 40 متسابق في كلا المسابقتين. الزميل زكريا نعساني واكب المسابقة وأعد لنا هذا التقرير، نتابع. باب أمل جديد تفتحه دبي لخدمة الإنسانية عبر جائزتي الإمارات للطائرات بدون طيار وجائزة الروبوتات والتي قدمتها 4 مخترعين حصلوا على 4 جوائز قيمة وضعت العالم على خطى التقدم وفتحت الباب أمام مخترعين لمعت أفكارهم لعرضها أمام آلاف المتابعين لمسيرة التطور التكنولوجي الذين يرغبون باستثمار تلك الأفكار وتحويلها إلى واقع بين يدي الإنسانية للنهوض بها. ومؤشر النجاح اللي عادتها ان احنا نحط لانفسنا ان كيف ناخذ الابتكارات هاي وفعلا ننقلها الى ارض الواقع بطريقه تاثر على حياه الناس، نحن هدفنا ان الانسان يحس ان التكنولوجيا هاي تاثر في حياته، اذا صار هذا الشيء هذا النجاح بالنسبه لنا احنا. 40 متسابق تقدموا بأفكار فريدة بعد أن تم انتقاؤهم من بين أكثر من 1,100 مخترع، فاز منهم فقط 4، لكن ما تم تقديمه من أفكار قدمت خدمات كبيرة للإنسانية مثل الطائرات بدون طيار لإسعاف المصابين بين الأنقاض وقت الكوارث والطائرات التعليمية والمختصة بالمسح الجيولوجي، إلى جانب الروبوتات التي فتحت الأمل أمام فاقدي الأطراف السفلية للمشي مجددا والكرسي المتحرك المخصص لمصابي الشلل الرباعي الذي يستجيب بحركته لأوامر الدماغ، إلى جانب الاختراعات التي تدخل في حلول البيئة والاكتشافات النفطية والأمان والإنقاذ وغيرها الكثير. لكن أنا أظن أن مشروع بلدرون متميز من الناحية أنه يحاول أن يجلب تكنولوجيا المستقبل الآن، تعرف لأن الحين طائرات بدون طيار تستخدم في مجال واسع في مجال الفحص، مثلا نستخدمها للفحص عن التسريب في الأنابيب، أنابيب البترول ولا أنابيب الغاز، بس عادة الطائرة بدون طيار تستخدمها فقط للبحث عن التسرب لكن لا تستخدم للتصليح. احنا بغينا ان نجمع هذه نجمع الشيئين مع بعض ونخترع طائرة قادرة على الفحص عن التسريب وقادرة على التصليح في نفس الوقت. الفائزون بالجائزة أكدوا على أهمية هذه المبادرة في تحفيز الابتكار والإبداع لدى قطاع الشباب في العالم العربي وكل العالم وتقديم منصة متكاملة ومتخصصة لهم لعرض ابتكاراتهم ومشاريعهم في مجال التكنولوجيا المتطورة، الأمر الذي أكده الكثير من المشاركين. فيكل تبعنا فريد من نوعه، هو شكله درون شبيه بدرونز كثير لكن هو يونيك أنه 3 مركبات بمركبة واحدة. الدرون هذا بطير بيشتغل على سطح المي وبغوص تحت المي، فهو الأول من نوعه.
عام بعد عام تفتح الجائزة آفاقا جديدة، فالنسخة الأولى من الجائزة قدمت الكثير، لكن طائرة الإنقاذ بدون طيار وطائرة رفع جودة التغطية لشبكات الاتصالات كانت الأكثر تميزا. أما النسخة الجديدة فكان للتنوع الذي قدمه المتسابقون بصمة طالت جميع القطاعات التي تخدم الإنسان. إن الاتصالات عملت جاهدة على تطوير تقنيات الطائرة من دون طيار واستخداماتها منذ أن فازت بجائزة المسابقة العام الماضي ضمن فئة المؤسسات الحكومية، وإن الشركة حاليا تستخدم الطائرات من دون طيار في أغراض متباينة. هذه المبادرة لم تكن فقط من أجل اكتشاف مخترعين جدد، بل تخطت بأفكارها إلى أنها استقطبت كبار الخبراء الدوليين لتحفيز الشباب ودعوتهم إلى توظيف طاقاتهم وإبداعاتهم من أجل المساهمة في كافة القطاعات، على ذلك يضيف إلى عالم التكنولوجيا اكتشافات ما كانت لتظهر من دون الرعاية والتحفيز. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع اليوم عندنا فريق هندسي. طبعا هذا الفريق الهندسي كان قد قدم اختراع، هذا الاختراع يمكن المرضى المصابين بالشلل الرباعي من التحرك. طبعا احنا اليوم نبي نستضيف الفريق واحد واحد، وطبعا ونستعرض معهم الاختراع هذا. أول شخص من أفراد الفريق هو المهندس محمد نور، مهندس اتصالات، يبي يتكلم لنا عن هالاختراع. الله يحييك في برنامج الخليج في أسبوع محمد. طبعا أنا أول شيء ما شاء الله لما شفتك يعني توك شاب صغير ومخترع أنت وزملائك، اختراع يعني يقدم أيضا للإنسانية شيء كثير. أول شيء كم عمرك وكيف جت لكم الفكرة؟ أنا عمري 25 وبدأت الفكرة هي كمشروع تخرج في جامعة عجمان، وفكرنا يعني إن جامعة عجمان يعني. وفكرنا إن نسوي شيء يعني يخدم البشرية، يعني نضع بصمة، يعني في نضع بصمتنا كمهندسين يعني في البشرية. والحمد لله يعني بعد ما فكرنا مع الدكتور يعني المسؤول عن المشرف عن المشروع هذا، الحمد لله يعني توصلنا لفكرة ان نساعد ذوي الشلل الرباعي اللي هم يعني ما عندهم في المجال تبعهم يعني في التكنولوجيا في المجال الطبي، يعني ما عندهم كل هالاختراعات. مثلا في عندك الشلل العادي، يعني في عندهم اجهزة يعني كرسي كهربائي يتحرك بالجويستيك وهذا، بس ان مرضى الشلل الرباعي بس عندهم يعني المخ شغال. يعني مريض الشلل الرباعي ما يقدر يحرك لا يدينه ولا رجوله، طب كيف ممكن يتحكم في الجهاز؟ هو الجهاز عبارة عن ايش؟ كرسي يعني؟ هو كرسي كهربائي وتتحكم فيه عن طريق الإشارات الدماغية. عن طريق الإشارات الدماغية. حلو. يعني عندك السنسرات بتأخذ الإشارات الدماغية وتحللها يعني وتفلترها، وعن طريقها كل مرة تفكري في فكرة ترجع، يعني في عندك سوفتوير يحفظ هالفكره، وكل مره تفكري مثلا الامام اليمين ولا اي حركه بيفهم يعني ان انك تبين تتحركين للامام او اليمين ولا ويحرك عن طريقه، يحرك الكرسي الكهربائي عن طريق متحكم ذكي. وهكذا الحمد لله يعني توصلنا لل يعني هو يقرا اللي الانسان يفكر فيه، يعني مثلا انا جالسه عليه افكر مثلا انا ابي امشي قدام ابي ارجع ورا، هو يقرا افكاري، يقرا ياخذ الاشارات. كل ما تفكرين مثلا الامام الخلايا العصبية اللي في الدماغ تنتج فرق جهد، ومن مما ينتج كهرباء، فكل مرة مثلا يظهر لك نفس ما تقولي ويف فورم معين للتفكير للأمام، يظهر ويف فورم معين لليمين، ويف فورم آخر. فالبرنامج يحفظ أنت مثلا كل مرة تبين تروحين للأمام كل مرة يظهر هالويف فورم، فيفهم أن أنت تبين تروحين للأمام. فعن طريق هذه يعني السوفتوير التحليل عن طريقها هو يعني ياخذ الحركه الى اليمين الامام او اليمين أو طب حلو. طب كم شخص انتم اللي اخترعتوا الاختراع هذا؟ نحن شو سميتوه اول شيء؟ نحن سميناه بي موشن. بي موشن، ايوه، برين موشن يعني. وكنا في البدايه كخمسه، الان معانا الحين ثلاثه يعني نحن، وفي حازم محمد ويوسف النجار ما قدروا يجي اليوم، وفي معانا الحين ثلاثة عمر سعيد ونور علي. نعم.
طيب أنا أشكرك أكيد أنك جيت اليوم وتعرفتنا عليك وعلى هذا الاختراع. محمد نور مهندس الاتصالات، شكرا جزيلا لك لوجودك اليوم معنا في برنامج الوطن اليوم. مشاهدينا أيضا طبعا اليوم إحنا أعطينا ثلاث أوقات لثلاث مخترعين، كل واحد يبي يتكلم لنا عن جزئية معينة من هذا الاختراع. أكيد كان معنا المهندس محمد نور، كمان أيضا يبي يكون زميله عمر سعيد عشان يبي يتكلم عن هذه الجزئية. خلينا نشوف الاختراع الصورة كلنا مع بعض وعقب نرجع نناقش الموضوع مع عمر سعيد. أيضا مشاهدينا حيكون معنا الحين ثاني مخترع من الجروب المخترعين اللي اخترعوا هذا الاختراع الجميل. معنا الآن أيضا عمر سعيد حمدي مهندس اتصالات. أهلا ومرحبا بك يا عمر، كم عمرك؟ أهلا بك. أنا 21 سنة. أما أنا يعني أنا شفت عمر جلس انصدمت، يعني ما شاء الله عليك عمرك 21 سنة. كيف اشتركت أنت مع أصدقائك في هذا الاختراع؟ كيف كانت الفكرة؟ وأنت إيش بالتحديد أنت إيش قدمت لهم؟ أيوة، إحنا اللي جمعنا يعني محمد نور ونور وحازم ويوسف، كان يعني إحنا حتى من قبل فكرة مشروع التخرج جمعنا على بعض، إحنا كنا حابين نخترع حاجة، كان عندنا الباشن ده نخترع حاجة تفيد الإنسانية. فلما جت فرصة مشروع التخرج يعني استغلنا الفندق من الجامعة وكده إن إحنا ننفذ الفكرة دي. وأنا يعني مسؤوليتي أكتر في المشروع هي عن الجزء برمجة الكمبيوتر والتعامل مع الكومبوننتس المختلفة في المشروع، نوصلها مع بعض. نعم. طب انتوا مراحل دراسية مختلفة صح؟ لا، نفس المرحلة. وليش هو عمره 25 وانت 21؟ شكله عمره 21 وهو بس كان قاعد يقول لي عمره 25 عشان ما اقول عنه صغير. طب زين، محمد او عمر؟ انا عمر. عمر، كان في جهة معينة قاعدة تمولكم؟ كان عندنا مكلف المشروع هذا؟ أكثر حاجة كانت مكلفة في المشروع هي الكرسي الكهربائي، وتوفر لنا من نادي الثقة المعاقين، وفرنا لنا كرسي يعني كهدية عشان ننفذ عليه المشروع، ونحوله من كرسي كهربائي عادي لكرسي كهربائي ممكن تتحكم فيه بالإشارات الدماغية. نعم. طيب ابغى اعرف، انت طبعا مسؤول عن اي قسم اللي هو البرمجه؟ نعم، برمجه الكمبيوتر. فاحنا عندنا في جهاز قراءه الاشارات الدماغيه، في الكاميرا اللي بتشوف العواقب، وفي الاوامر تتبعت للكرسي. فلازم يكون في حاجه في النص تربط كل المكونات المختلفه دي، يستقبل الاشارات الدماغيه ويحللها من جهاز قراءه الاشارات الدماغيه، ياخذ القراءات من الكاميرا ويحللها، ويدي الامر المناسب للكرسي عشان ينفذ الحركه المطلوبه. نعم. طيب عمر سعيد، انا اشكرك انك جيت اليوم في برنامج الخليج في اسبوع، ما شاء الله عليكم يعني مبدعين وشباب مبدعين، كلنا اكيد فخورين فيك، شكرا جزيلا لك. ايضا مشاهدينا الكرام، ايضا معنا المخترع الثالث نور علي. طبعا فخر نور علي فخر بيكون معنا، ايضا هو مهندس اتصالات، بس ايضا بنشوف الفيديو اللي الشباب زودونا فيه، الفيديو هذا اللي يختص باختراعهم. نشوف الفيديو مع بعض. يكون جا نور.
أيضا مشاهدين الكرام ينضم إلينا شاب مهندس طموح، مهندس اتصالات نور علي فخر، هو أيضا أحد اللي كانوا قاعدين يشتغلون على المشروع هذا. أنا ما أدري أقول لك أحمد حلمي ولا أقول لك بلبل حيران ولا مش أقول لك شو السالفة؟ والله ناس كلها يعني بيشوفوني بفكرون أنا أحمد حلمي وهيك يعني، بس عادي يعني مش مشكلة. طيب نور، نعم. ما بقول لك محمد حلمي، بمسك نفسي بقضب نفسي بالعافية. طيب أنت أي جزء من بهذا الاختراع؟ أنت وين كنت فيه بهذه الحلقة ما شاء الله اللي أنتم مشتركين فيها أنت واثنين من الشباب الثانية؟ تقريبا عملنا نحن أندرويد أب في الأندرويد، أوكي، هاي بتساعد المريض لا سمح الله لو جاله مثلا الوعي اللي عنده، مثلا لو الكونشنس تبعه مثلا الليفل يعني وطي مثلا فحصل له حالة إغماء، اوكي، فعلى طول بتبعت مسج عن طريق مثلا في عندنا زي بروسيسور او اللابتوب، بتبعت بلوتوث مثلا ديجيتال للموبايل، الموبايل بيت اس ام اس او اي الارت اي شيء انذار للمستشفى تنبهوا انه هو في حاله خطره، والموقع تبعه وين الجي بي اس تبع الموقع عشان يجي يساعده. ترسلها لوين، لاهلها ولا المستشفى؟ لا للمستشفى نفسها، اي شيء اي طرق مثلا يعني زي اس ام اس او مثلا كانذار يعني عشان ينبهوا المريض في خطر مع الموقع. طب انا بعرف انت عمرك الحين كم؟ انا 24. 24 يعني انتم ما شاء الله 25 21 24 انتم هذا الفريق اللي كونتوا هذا المشروع. طبعا انا الحين عرفت كل شيء عن المشروع وما شاء الله تبارك الله شيء حلو. هل في جهه معينه تبنت المشروع هذا الكرسي هذا وممكن بعد كذا يعني عما قريب احنا ممكن نشوفها بالاسواق؟ والله حاليا لسه يعني ما في اي جهه معينه يعني تبنت المشروع، ونحن تقريبا مستنيين يعني الفرصه القريبه يعني مثلا حد اي شركه مثلا تمول المشروع ونخليك يعني تكون المشروع كبرودكت انه اللي يستفيد مثلا العالم فيه يستفيد، والاخص هو المرض الشهر الرباعي هم يستفيد بشكل خاص، ونحن نحب نساعد البشريه ويرتاحوا في الحياه وفي الدنيا وينبسطوا. طيب الله يوفقكم مشاهدينا، أي أحد حاب إنه يتبنى هذا المشروع أكيد تقدرون تتواصلوا مع الشباب المبدعين اللي كانوا اليوم معنا في البرنامج. أيضا بشكرك أنا نور علي فخر مهندس اتصالات، ما بقول لك محمد حلمي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نروح الفاصل قصير ونرجع نتابع برنامج الخليج في أسبوع. تحية طيبة مشاهدينا الكرام من جديد إلى برنامج الخليج في أسبوع. دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت في الأونة الأخيرة تكثف جهودها لاستثمار جيل الواعد من خلال دعمهم وتشجيعهم للنهوض ليس في العلم فقط بل بالأمة بأسرها، وهذا كان واضحا عندما طالب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عندما طالب على حسابه الرسمي في تويتر بطلاب جامعات الإمارات ترشيح 3 شباب و3 شابات من كل جامعة ممن تخرج في آخر عامين أو ممن هم في سنواتهم الأخيرة لاختيار منهم وزيرا في الحكومة، مضيفا أنه يريد اختيار شاب أو شابة تحت سن 25 ليمثل قضايا الشباب وطموحاتهم. هذه الخطوة هي خطوة فريدة من نوعها ليس فقط في العالم العربي بل في كل العالم، إذ لم يسبق لأي دولة فعل ذلك. فالشيخ محمد بن راشد أشار في تغريداته إلى أن للشباب آمال وطموحات وقضايا وتحديات، وأن بهم تنهض المجتمعات أو تنهار، وعلى يديهم تتحقق الإنجازات أو الإخفاقات. واختتم حاكم دبي تغريداته بأن دولة الإمارات دولة شابة قامت على الشباب ووصلت للمراكز الأولى عالميا بسببهم، وهم سر قوتها وسرعتها، وهم الكنز الذي تدخره الحكومة للأيام القادمة. مشاهدينا للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا من دبي وعبر الهاتف الدكتورة نجاة السعيد، أستاذة مساعدة في جامعة الشيخ زايد في قسم كلية الإعلام. أهلا ومرحبا بك دكتورة نجاة. بداية
دولة الإمارات العربية المتحدة أخذت في الآونة الأخيرة تكثف جهودها للاستثمار أو الاستثمار الجيل الواعد من خلال دعمهم تشجيعهم وإعطائهم أيضا إعطائهم الفرص. حدثينا عن هذه الجزئية. بصراحة يعني المبادرة التي قام بها الشيخ سمو الشيخ محمد بن راشد الأخيرة يعني أفرزت صدرنا كلنا، لأن هذا تحفيز كامل للشباب وخرطهم بعجلة التنمية، وأنهم يعني وهذا إعطاء نوع من المسؤولية للشباب لطلبة الجامعات، أنهم هم مشاركين في صنع القرار وليس مجرد أدوات ومجرد أخذ شهادة. هذا يساعد على تعزيز الاستثمار في الشباب، على منحهم المسؤولية، وخصوصا أنه هذا الشيء يعتبر هذا التكليف وليس تشريف، يعني ويعتبر أكبر حافز للشباب أنهم يعملوا أكثر. وإحنا في جامعة الزايد الكل مشجع على هذا الشيء على مدار السنة، من بعد المبادرة وقبل المبادرة كنا بنحفز الشباب على بنعدهم على هذا الشيء أنهم يكونوا قياديين في المجتمع من خلال عدة النشاطات اللي تنقوم فيها. ولو لاحظتي كمان الشيخة لبنى القاسمي رئيسة الجامعة يعني أشادت كثير بمبادرة الشيخ محمد بن زايد، وأيضا رئيسة ومديرة جامعة الشيخ زايد الدكتور رياض المهادب كمان أثنى على المبادرة. فكل الجامعة بالإدارة وبهيئة التدريس بتشجع الشباب على هذا الشيء. نعم. أيضا دكتورة نجات، دعوة سمو الشيخ محمد بن راشد تترجم استراتيجية الحكومة، هذه الاستراتيجية المرتكزة على تعزيز الاستثمار في الشباب إلى أبعد حد ومنحهم أيضا فرصا للتسابق نحو التفوق والتميز، هذا كله أكيد بهدف رسم خارطة المستقبل. حدثينا أيضا عن ذلك. أكيد، لأنه المجتمع الإماراتي أغلبه شباب، ويجب تعزيز هذه النقطة، تعزيز الشباب ومنح، ويكون لهم صوت شاب يمثل متطلبات الشباب. يعني من الصعب أنه يكون مثلا وزير للشباب يكون ما هو في سن هؤلاء الشباب، فهذا الشيء يعني يخلق المسؤولية من سن صغير، أنك بتعدي هذا الشخص من سن صغير عشان حتى يكون قائد كبير. أنت حتى تخلق القيادة في الشباب ما تخلقيها لما الشاب يتعدى السن المعين، تخلقيها وتبذريها من سن صغير حتى لما يوصل للسن المعين ما يكون مجرد قائد، يكون مبدع، يكون مبتكر، يكون شيء مختلف. بس لازم هذا الإعداد يبدأ من الصغر، يبدأ. وهذه المبادرة تشجيع على هذا الشيء وتحفيز، إنه حتى لو الشاب عنده هذا زي ما تقول الطاقة الكامنة إنه يكون قيادي، إنه يكون مسؤول، لما يعرف إنه في فرصة زي كده ومن شيخ كبير زي سمو الشيخ محمد بن راشد يطلقها، هذا حافز يعني ما تتخيلي كيف يكون. عشان كده أنا من أكثر الناس اللي انبسطت بصراحة من هذه المبادرة. نعم، يعني هو ليس بغريب أكيد دكتورة نجاة على الشيخ محمد بن راشد، ودائما السباق لإطلاق المبادرات، لكن ماذا دكتورة عن تأهيل الشباب وأيضا اكتشاف الشباب الموهوبين ممن يدرسون الآن واليوم في المدارس وأيضا الجامعات، تحدثينا أيضا عن هذه الجزئية. احنا من مثلا انا حتكلم من ناحيه خبرتي، يعني من ناحيه التدريس في الجامعه، احنا بنستثمر كثير في الطالبات اللي عندهم البادره انهم يكونوا قياديات، فنستثمر فيهم مثلا، يعني مثلا نشوف الطلبه المجتهدين، الطلبه اللي عندهم الحافز، الطلبه اللي يبغوا يشتغلوا اكثر من مجرد علامات، فبنشاركهم بيشتركوا في عده منتديات. يعني مثلا اشتركوا الطلبه عندنا منتدى الاعلام البرلماني. نعم. الآن هذا بكرة في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، فطالبات من عندنا مشتركين في هذه المسابقات البحثية في الاتصال الحكومي، اشتركوا الطالبات عندنا في منتدى الإعلام الإماراتي. نعم. وسووا مقابلات مع المسؤولين. اشتركوا الطالبات في منتدى الإعلام العربي، وأيضا هذا تكلموا في مواضيع. فإحنا بكثير بنغرس في الطالبات الإعلام الحكومي، الإعلام السياسي، الإعلام البرلماني. نعم. كله عشان نعدهم يكونوا قائدات للمستقبل.
نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع الدكتورة نجاة السعيد، أستاذة مساعدة في جامعة الشيخ زايد قسم كلية الإعلام. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أيضا مقال مثير للجدل للكاتب حامد الشريف، المقال تحت عنوان شلة تشير، سوف نتابع هذا المقال بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدين الكرام إلى برنامج الخليج في أسبوع. إذن وصلنا لفقرة مقال ومقال اليوم للكاتب حامد الشريف، مقالة مثير للجدل تحت عنوان شلة تشير. يقول الكاتب: في عصر مضى كنا نهرب من الدعاء بإعطائهم وعود بأن تكون توبتنا من المعاصي بعد أسبوع في يوم محدد نذكره لهم، والأسبوع يصبح فيما بعد أسابيع وأشهر وسنين دون أن يطرأ أي تغيير على سلوكنا سوى المزيد من السخرية على غفلتهم بتصديقهم لوعودنا وانتظارهم لتوبتنا ولعودتنا الجادة أو لجادة الطريقة. ويضيف الكاتب: باعتقادي أن اتفاقنا على معاقبة ومحاسبة حسين المقهوي ودياو والجبرين ورفينها وكل متجاوز الأخلاق الرياضية إن كان يستحق العقوبة لا يعني نسيان أن هذه العقوبة لم تشمل لاعبين ارتكبوا أفعال أشد من ذلك تحت أنظار الحكم وكل لجان اتحاد القدم كياسين حمزة وسلمان الفرج وإدواردو. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا كاتب المقال من صحيفة المدينة المنورة الكاتب والصحفي السعودي الأستاذ حامد الشريف. أهلا ومرحبا بك أستاذ حامد، حياك الله ولد العم. بداية يعني لاحظ أن الجماهير استهجنت قرار لجنة الانضباط واتهمتها بالتخبط فيما بقيت اللجنة صامتة ولم تعقب على سيل الهجوم الذي تلقته، تعليقك. أوكي، حييكم، أشكركم على هذه الاستضافة وإطلاع المشاهدين على المقال. طبعا الرياضة عندنا عموما هي منظومة عمل يفترض أن تكون متكاملة، ضمنها هذه اللجان وبالتحديد لجنة الانضباط من أهم اللجان اللي عليها إشكاليات كثيرة. نلاحظ إحنا في الفترة الأخيرة بدأت تصدر قرارات سريعة من ضمن بدءا من قرار حسين المقهوي وبقيه اللعيبه اللي تلوها الجبرين كذا، ولكن اذا استعدنا يعني الشريط قديما نجد انه هذه العقوبات لم تكن تطبق عندنا حالات. فكان المقال يتطرق الى الموضوع من هذه الزاويه، يعني اذا كان احنا عندنا نظام نريد تطبيقه يفترض ان نطبقه سابقا ولاحقا. نعم، طب برايك ليش ما تم تطبيقه في السابق؟ هي عندنا إشكالية إحنا إنه الأمر مرتبط بفهم رؤساء اللجان وتفسيرهم للأنظمة وتنزيلها على أرض الواقع كلا حسب فهمه كذا، هذا يجعلنا ندخل في إشكاليات كبيرة. يعني رئيس اللجنة إبراهيم ربيش له نظرة وله استراتيجية، يجي القحيز له نظرة واستراتيجية، خالد البطين وهو مشوار طويل، يعني كل رئيس لجنة له تفسيرات وتأويلات وتنزيلات وهذا تجعل القرارات مختلفة وتسوي توتر كبير في الشارع الرياضي اللي هو أصلا مو ناقص يعني زي ما يقولوا. نعم، طيب أستاذ حامد، ما يعني بالرغم من التشابه لو تلاحظ معي، ما الفرق بين عقوبتي محترف الهلال ديقا وحسين المقهوي؟ ما هي هذه الإشكالية، يعني اللجنة تضع ديقاو إنه سلوك مشين وتضع حسين المقهوي إنه سلوك غير رياضي، والسلوك الغير رياضي إذا تبحرنا في الموضوع تعمقنا ممكن أن يكون سلوك مشين والعكس صحيح. ففي يعني حتى النظام موضوع بطريقة يعني تسمح للاجتهادات اللي قد تكون في مرحلة من المراحل الخاطئة. إيش الفرق؟ ما يعني الفرق تقريبا الفعل اللي قام فيه ديقاو والفعل اللي قام فيه حسين المقهوي تقريبا متشابه درجة كبيرة، لكن اللجنة لها تأويلاتها ولها تفسيراتها، وعلى ضوءه هنا كانت العقوبة مباراة واحدة و40 ألف، وهناك كانت مباراتين و10 ألاف
على هذا الاختلاف في نعم أنا يعني. نعم أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع الكاتب والصحفي السعودي حامد الشريف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، يعني أنا كنت وعدتكم أيضا الأسبوع الماضي بعرض صوركم اللي شاركتوني هي على تويتر بخصوص الطقس، خلينا نشوف الصور اللي جتني. على سيف الغرام اللي مشيتها، صحيح اني تجرعت الفراقي، لكن الله اكبر لا طيرتها. إذن مشاهدينا هذه كانت الصور اللي وصلتني على حسابي أنا على التويتر، طبعا تحية لكل الأخوة اللي شاركوني هذه الصور. بذكركم مشاهدينا أو بقول لكم طبعا عن سؤالي لهذا الأسبوع، ما رأيكم بهاشتاج؟ هذا الهاشتاج انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو هل أنتم مع أو ضد إيقاف الشيلات رسميا؟ أشوفكم الأسبوع الجاي، مع السلامة.